باليت بنفيت. طبعا الباليت فيه ثلاث درجات وبرش. راح نبلش باول درجه اللي هي درجه هولا. تقدرون بعد بنات تستخدمونها حق الكونتور لان لونها لون الكونتور الطبيعي الحلو، تقدرون تستخدمونها حق كل الأغلبية البشرات. الحين راح نروح حق الدرجة الثانية اللي هي درجة الوردي، راح أوريكم إياها اللي هي هذه الدرجة، راح نستخدمها كبلشر. بنات الباليت وايد حلو وعملي حق سفرة، حق شاليه رايحين. طبعا هذا اللون نستخدمه كإضاءة، طبعا الإضاءة اللي فيه خفيفة جدا، يعني حلوة حق صب، يعطي اللوك فريشي. آخر شيء راح آخذ درجة هولا، راح استخدمها حق تحت العين نفس الكونتور. بنات دايما هذه الدرجة تستخدمونها لأنها تناسب أغلبية البشرات.